وللمزيد من المعطيات حول فيروس جدري القردة معنا الدكتور الطيب حمضي، وهو طبيب وباحث في السياسات والنظم الصحية. دكتور حمضي، أهلا ومرحبا بك. أهلا وسهلا وشكرا للاستضافة. دكتور، بداية، ماذا يعني اكتشاف أول حالة في المغرب، وهل يدعو الوضع للقلق؟ نبدأ بالسؤال الثاني، أن الوضع لا يدعو للقلق مطلقا، يدعو إلى الحذر، إلى الإجراءات الاحترازية واحترامها. الحالة، تسجيل حالة من جدري القردة بالمغرب، وهي حالة وافدة. أولا في تعريف الحالة الوافدة، حالة وافدة معناها حالة دخلت من خارج المغرب، هذه كتكون المستوى الأول. المستوى الثاني كيكون هو اكتشاف حالات محلية مرتبطة بحالة وافدة، وهذا الشيء حتى ما كاينش في المغرب. المستوى الثالث كيكون هو انتشار المحلي ديال الفيروس، بمعنى كينتشر عند أناس لم يخالطوا ناس وافدين أو سياح، ولم يكونوا على سفر. احنا في المغرب في هذه المرحله الاولى ديال الحاله وافده، وهذا كيعني على ان المنظومه الصحيه وديال اليقظه الصحيه ضبطت الحاله في البدايه ديالها. بالنسبه للانسان اللي كيتم تشخيص عنده هذه الحاله، اولا كيخضع للحجر الصحي مده ديال 3 أسابيع باش ما كينتشرش المرض، وفي نفس الوقت كيتلقى العلاجات العاديه، لانه ما ننساوش بانه عند البالغين والناس بصحه جيده هذا الفيروس في الغالب الاحيان كيشفى بشكل تلقائي، ولكن كيخصو واحد التتبع طبي. انه كذلك من الاجراءات انه المخالطين ديال الانسان اللي هو تاكدت الاصابه ديالو كيتم التتبع ديالهم، وبالخصوص كيتم الضبط، كيشوفوا واش هناك كان لقاءات عن قرب وحميميه او تشارك ديال المسائل الشخصيه ديال الفرد، او كيعيشوا في نفس يعني تحت المنزل. وهذا هادو اللي كنسميوهم المخالطين اللي عندهم واحد خطوره الانتقال. من الناحيه الطبيه، هاد المخالطين اللي كيكونوا عندهم لقاء حميمي، كيتم من الناحيه الطبيه كيتم التلقيح ديالهم باللقاحات ضد جدري الانساني اللي بان باللي عنده فعاليه كذلك 85% ضد جدري القردة. نعم، دكتور حمضي، امس حذرت منظمه الصحه العالميه من ان اوروبا قد تصبح بؤره لتفشي هذا الفيروس مع اقتراب الصيف وتنظيم المهرجانات. هل ينطبق الوضع على المغرب، خاصه مع اقتراب الصيف وعطله المدارس ودخول الجاليه المغربيه الى ارض الوطن؟ منظمه الصحه العالميه حين تحذر، طبعا هي تتعرف بانه في اوروبا كاين واحد عدد مهرجانات، كاين واحد عدد لقاءات، من جملتها مهرجانات واللقاءات اللي كانت هي سبب في انتشار هذا الفيروس عالميا لحد الساعه اللي بامكاننا نتم التاكيد عليها. بالنسبه للمغرب، وخصنا نقولوا عالميا كذلك، رحنا في الموجه ديال احنا في الفصل ديال الصيف والسفر واللقاءات، من المؤكد الحاله غتزاد، ولكن نظرا يعني الفيروس انتقال ديالو ماشي بحال باقي الفيروسات الاخرى، فما غادي يعني ما حنا ماشي خبراء، ماشي في انتظار شي حالات بالالاف ولا عشرات الالاف اللي غادي يكونوا. ولكن بالنسبه للمغرب خصنا نكونوا حذرين، كذلك نكونوا القواعد الاساسيه والمهمه ديال النظافه، ديال التباعد، ديال تطهير اليدين، ديال عدم مخالطه الاشخاص اللي عندهم اعراض، وكذلك عدم اقتصاد الاشياء الشخصيه. هذه الاجراءات هذه كتنفعنا في كوفيد، ما نساوش كوفيد راهو اخطر وما كيقتل بدرجه اكبر، غادي تنفعنا كذلك في الوقايه من التهابات الكبد الحاده اللي عند الاطفال اللي باقي ما عرفش السبب ديالها، وغادي تحمينا كذلك حتى من جدري القرده. الدكتور الطيب الحمضي، وهو طبيب وباحث في السياسات والنظم الصحيه، شكرا جزيلا لك لهذه التوضيحات.